واخيرا هاتف جديد من شركه هواوي في الفئه الاقتصاديه المتوسطه. الحقيقه عندي برشا عملت ريفيو للتليفون من شركه هواوي في الفئه هذه. اخر فيديوهات عملتهم على الهواوي نوفا 9 اس او والهواوي نوفا 9 اللي السعر نتاعهم اكثر من 1000 دينار، لكن الهواوي نوفا اكس 70 السعر نتاعو اقل من 1000 دينار. هيك علاش خلينا نكتشفوا مميزات وعيوب هذا الهاتف باش نعرفوا التليفون هذا لشكون موجه. وكالعادة قبل ما نبداو ما تنساش الدعم باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس. اول حاجة باش تعرضك في البوكس هي هالكيور كود، جست تسكاني بالتليفون باش تتمتع بالاسيستونس رابيد ودي كادو، كيما انهم باش يزيدوك 90 يوم في الجارونتي نتاعك كيف كيف اشتراك مجاني لمده 3 اشهر في الهواوي ميوزك، اضافه ل 50 جيجا بايت في الهواوي كلاود لمده شهرين و500 فيديو مجاني في هواوي فيديو، يعني برشا دلال القيمه نتاعهم توصل لل 100 دينار. بالنسبه لمحتويات البوكس باش نلقاو فيه بوشيت سيليكون، كابل يو اس بي سي وشارجور رابيد 22.5 وات. نتعداو للتليفون اللي يجينا بديزاين لامع وفينجر برينت ماجنت، وديزاين الكاميرا سامبل وعجبني في نفس الوقت. التليفون مرتاح في اليد وماهوش رزين وخشين برشا. على اليمين عندنا ازرار تحكم بالصوت وازرار الباور اللي هو بيدو لومبرانت ديجيتال سوبر رابيد وما يغلطش، وتنجم تحل التليفون بالريكونيسونس فاسيال. اسفل الهاتف عندنا بلاصه ليكوتور اليو اس بي سي وسبيكر، وعلى اليسار مكان لشريحتي اتصال او سيم وكارت ميموار. هوني جوده الاتصال ممتازه جدا، الريزو هوني خير من برشا تليفونات اخرى، وعندك زاده البروكسيميتي سنسر موجود كهاردوير. يعني بكل بساطه ما فما حتى مشكله في المكالمات سوى المكالمات العاديه او على الماسنجر. نتعداو للكرون اللي يتميز بكبره 6.75 بوص اي بي اس ال سي دي، صحيح ماهوش اموليد و 190 هرتز، اما فيه الوان واقعيه وباهيه بالنسبه للاي بي اس ال سي دي. اما فكره انك تستعمل هاتف في شاشه بالحجم هذا باش تعطيك متعة أكثر سواء على الفيسبوك أو الانستغرام أو حتى في الجيمين، اللي على فكرة يخدم الألعاب القوية على الإعدادات المتوسطة سواء الفري فاير ببجي أو الكول أوف ديوتي موبايل، بفضل المعالج اللي فيه الكيرين 710A الأقوى من الإكزينوس 850 اللي في الجالكسي A13. اما في السعر هذا نجمو نلقاو دي بروسيسور اقوى ويقدموا اداء افضل خاصه في الجيمينج، لكن الفكره هوني هو الكيرين 710A مع سوفتوير الامي واي دوس المعروف بالاستقرار نتاعو. هيك علاش الجريكس 70 باش يقدم لك اداء سموث واداء يومي مستقر من غير مشاكل وهيك اللاج ولا ليزابليكاسيون تخرج وحدها اكسترا، هذا كل ما فماش في الجريكس 70. إضافة البطارية عملاقة 6000 ملي أمبير، يعني حرفيا البطارية هذه أنت تتعب وهي ما تفوهاش، على خاطر تو سامبلومون البطارية هذه توصل معاك للنهار الثالث. إي نعم البطارية هذه تنجم توصل معاك للنهار الثالث وبأكثر دقة تعطيك 10 سوايع سكرين أون تايم، يعني حرفيا أقعد ألعب وكونكتي وأعملهم الكل الصباح من غير ما تخمم في البطارية. وبالطبيعة مع البطارية العملاقة هذه لازم على قليلة شحن سريع نوعا ما، هيك علاش هواوي باش تعطينا شحن سريع 22.5 وات، 10 دقائق شارج تكفيك 3 سوايع مشاهدة. مع الجريكس 70 باش تتمتع ب 4 جيجا درام واستكاج كبير 128 جيجا وسريع زادة UFS 2.1، يعني تيليشارجي اللي تحب وصور قد ما تحب. حتى كان نفرضوا انه 128 جيجا ما كفتكش مش مشكله، خاطر عندك كارت ميموار نجم تزيده كيف كيف عندك الهواوي كلاود. اما شنو حوال الكاميرا والتصوير وهل النجم في الهواوي نوفا اكس 70 تيليشارجي لي زابليكاسيون اللي حاجتي بيهم الكل حتى في غياب خدمات جوجل؟ هذا اللي باش نكتشفوه بعد قليل. بالنسبه للتصوير عندك 3 كاميرا 48 ميجا بكسل برينسيبال، 5 ميجا بكسل الترا وايد و2 ميجا بكسل للبورتري، وبالنسبه للسيلفي 8 ميجا بكسل. نخليكم مع التصاور وهاني نرجع لكم. فيديو ماكس فول اتش دي 60 اف بي اس في الكاميرا برينسيبال و 30 اف بي اس في الكاميرا الترا وايد وينقصهم ستابيليزاسيون. نجيو تو لحكايه التطبيقات، كما قاعدين تشوفوا تيليشارجيت لي زابليكاسيون كل اللي ممكن نستحقوا لهم من السوشيال ميديا اب، الكوميونيكاسيون، شوبينج اب، ترافل، فود، انترتينمنت، جيمز، اوبريتور الى اخره من متجر اب جاليري، يا بصفه مباشره او يهز لك الرابط تحميل عن طريق البيتا سيرتش، او عندك ميزه جديده زاده واللي هي كويك اب
وين تنجم تحلي زابليكاسيون من غير ما تيليشارجيهم. الخلاصة طويكة، التليفون هذا لشكون؟ التليفون هذا موجه لكل شخص يحب على التليفون ما يتحشرش. حكاية البطارية وحكاية الشارج يخرجها من مخه. إضافة إلى شاشة عملاقة 6.75 بوص يحب يتمتع بإكران كبيرة، كيف كيف التصوير بالكاميرا برانسيبال به، ويحب على بيرفورمانس يومي مقبول ومستقر، يعني يحب شكل بيرفورمانس القوية، وساعات يكون فيه سوفتوير فيه لاج، يحب سوفتوير يقوم بالمهام متاعه، ويحب على التليفون يقوم بالمهام متاعه اللازمة، واللي هي أنك تنجم تلعب، تنجم تكونكتي، تنجم تحل فيسبوك، انستغرام، سوشيال ميديا الكل من غير مشاكل ومن غير لاج. الفائدة أداء مستقر، وكيف كيف في الاتصالات جهة الاتصالات ممتازة، ويقوم بالمكالمات نتاعو سواء على الميسنجر وعلى اتصالات عادية بصفة سريعة، والأهم من غير مشاكل ولا يبدأ الإكران يطفى ويشعل وحده. إضافة لقوة مصلحة ما بعد البيع عن شركة هواوي المعروفة بالشيء هذا، دونك الشخص يكون مطمئن. نجيو تويكا العيوب الهاتف أو الحاجات اللي حابيتهم يكونوا موجودة في التليفون. أول حاجة هو صحيح الإكران كبير، اما حبيت يكون مثلا 90 هرتز فول اتش دي والا اموليد. ثاني حاجه حبيت يكون فيه ديول سبيكر وكيف كيف بيرفورمانس اقوى شويه في الجيمينج. واخر حاجه حبيت يكون فيه تصوير فيديو ستابل اكثر وكيف كيف شويه تحسينات في تصوير البورتري والسيلفي. وانتم ما شو رايكم؟ قولوا لي في التعليقات. نحب نذكركم انه التليفون هذا تنجموا تاخذوه نهار 15 اوت عن طريق الرابط اللي تلقاوه في صندوق الوصف، على خاطر كي تاخذوه من طريق الرابط طريق الياء اللي تلقاوه في الديسكريبسيون تنجموا تتمتعوا ببرشا كادوات. يلا ما تنسوش تعملوا طلع وتابعونا في فيسبوك انستغرام وتيك توك، وتابعوا الجروب فيسبوك اللي عاملينه ليكم انبوكسينغ تين فان كلوب. كيف كيف برشا حاجات باش تلقاوها في الديسكريبسيون، ننصحكم انكم تعملوا طلع غاديك. والاهم ما تنسوش هيك الدعم باللايك والشير وسبسكرايب وتفعل الجرس. وهكا ابقى كنقولكم كي نشوفكم ان شاء الله بافضل حال في الحلقات القادمه. اتخي بيانتو.